كفاءة التشغيل لكل مرافق الدولة، عوامل الإنتاج المفترض تبقى موجودة، والاستثمار القائم. وده هيكون تحدي أمام الدولة وأمام مؤسسات الدولة بالكامل، والحكومة بالكامل، وكل السادة الوزراء بالكامل. انطلقنا بنصعد ولكن ده مش كفاية، يتطلب انه نشتغل اكتر، ننتج اكتر، لانه ده مش موجود بصراحة. وانا هقول لكم دلوقتي الارقام، محدش يزعل، لان الارقام دي موجودة قدام المؤسسات كلها، ولكن انا بصرح الشعب بحقيقة الوضع كمان. نبقى سعداء ان احنا تجاوزنا 38 مليار، ايوه تبقى سعيد جدا. طيب ايه اللي مطلوب مننا؟ مطلوب ان احنا يكون لدينا نتحول لكسب ثقة المستثمرين، قطاعات الاستثمار، ويكون كمان عوائد لهذا الاستثمار مفيد للكل، مفيد لينا كمجتمع كناس يعني، ومفيد لمؤسسات الدولة، اعني الاحتياطي كمان يزيد ويزيد اكتر. كل قطاعات الدولة لابد ان تتحول من انها بتنفق، وانا هقول دلوقتي القطاعات بالاسماء، تنفق الى قطاعات بتجيب دخل، سواء دخل من النقد الاجنبي او حتى فائض من الجنيه المصري. كل القطاعات تقريبا تحتاج، لانه قطاعات النهارده بتعمل احصاءات او جابت ايه وانفقت ايه، عندك مشكله حقيقيه في كل قطاعات ومؤسسات الدوله، الحكومه اللي انا بتكلم عليها. اولا بتاخد النقد الاجنبي، استنزاف للنقد الاجنبي من موارد النقد الاجنبي، واعتقد انه ده مش هيكون لا مقبول ولا ممكن انه يستمر خلال الفتره القادمه. لو انا بتكلم مثلا، تشوف شركه شركه، مؤسسه مؤسسه، وزاره وزاره، وتحاسب كل جهه وتقول الجهة دي خدت كام وجابت كام. ومش عيب ان اعلن تقارير، وانا بتساءل هنا، تقارير جهاز المركزي للمحاسبات لازم يتم اعلامها للرأي العام، انه الرأي العام عليه ان يعرف حقيقة كل شركة وكل مؤسسة في البلد. وده على فكرة مش عيب تم هذا الامر. تعالى يا سيدي نتكلم على وزارة، مثلا وزارة سين، وزارة سين ديت خدت كام فلوس ودخلت كام فلوس، عشان المواطن لما انا باخد كل هذه الاجراءات، انه هذه الوزارة او هذه المؤسسة او هذه الهيئة خدت وما جابتش، يبقى انا عندي حاجة غلط هنا. انا بتكلم على كل مؤسسات البلد بلا استثناء. هستثني منهم حاجتين بعد شويه اقول لكم ايه اللي بيجيبوا فلوس، حاجتين فقط في مصر. وانه كمان نتكلم على عندنا صادرات بكام وعندنا واردات بكام. عايز اقول لحضراتكم، مصر للطيران على سبيل المثال، من 2011 للنهارده خسرانه بالرقم اللي هقوله 14 مليار جنيه. أنا بدي مثل واحد، من 2011 للنهاردة 14 مليار جنيه خسائر. الجهة الوحيدة أو الجهتين عشان نبقى واضحين اللي بيدخلوا فلوس، قناة السويس ووزارة الإسكان من بيع الأراضي، قولا واحدا. البترول فيها عجز مليارات، ولو انت بتتكلم على 5 مليار دولار بتدخل او غيره، 5 مليار بيجي لك معدات مش فلوس نقدا تدخل البنك المركزي. الاستثمار بنتكلم على 2 مليار دولار من القطاع الاستثمار، استثمار اجنبي في مشروعات. طيب هل النهارده انت كدوله، طب هقول لكم، تعالى قطاع الكهرباء، النقل، السكه الحديد، مترو الأنفاق، تموين، زراعة، محطات صرف ومية، صناعات ثقيلة، أسمنت، بويات، معدات كهربائية.